نسوي رز السمك، طبعا ضبط البصل مع الزيت، نضيف البهارات الصحيحة لأن هي اللي بتنكه بالرز. أضيف قطع السمك المتبلة مسبقا، أضيف بقدونس عشان يتمازج معه ويعطي طعم بعد آخر. نضيف الرز، الحين بضيف الموية. شوفوا يا جماعة الريحة طبعا خطيرة. بنضيف الملح ونوزن الملح الآن، نخليه على اتجاه تقريبا من 5 إلى 7 دقائق. نبدأ بقلي السمك، لازم يكون الزيت بهذه الغزارة، هاي يغطي السمك مرة من 5 إلى 7 دقائق. الحصول على نتيجة طيبة لقلي السمك جنبك عشان ما تنسى أي شيء، تقدر تروح وتجيب وترجع، هي عملية الطبخ عليكم لازم تكون المواد كلها طريقة، طبعا التنظيف والترتيب لازم يكون مكان صح 100%. بارك الرحمن، شوفوا اللون الرز مع السمك، ما ينفع إلا مع هالدقوس.